السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة كويزين أم راستين. معكم رجاء. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة نشاركها معكم زوينة بزاف، طريقتي ديال الحامض المصير. هاد الحامض المصير معروف بزاف، كيدار في الطنجية، كيدار في الدجاج، الأطباق ديال بزاف ديال الأطباق اللي صراحة مغربية وزوينة بزاف. مهم هذا الحامض يعني كيجي زوين بزاف مع لك، وكيدوم يعني واحد المده طويله، يمكن يجلس لنا حتى العام او اكثر، ما كيخسر ما كيبقى ليه والو. بالنسبه للطريقه ديالو، كناخذ واحد الكميه ديال الحامض اللي كنغسلوه مزيان وكنحيدو منه جميع يعني الاطربه اللي فيه وكل شيء، كنخليوه في واحد الشبكه حتى كيسقطر، وكنزولو ليه داك واحد شويه من داك الراس ديالو، كنقطعو بهاد الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو، حتى كنكملو الكمية كاملة اللي عندنا ديال الحامض. يعني كنقسموه على يعني من تحت، يعني ما كنوصلوش حتى الراس ديالو من تحت، غير واحد شوية كنزولو غير شوية من هذاك يعني من هذيك النباتة، البلاصة اللي كينبت منها نقطعوها هكا على شكل زائد. هذيك البلاصه هي اللي غادي نعمرو بالملح. المهم غادي نبقاو نديرو الملحه، نبقاو نعمر مزيان، واحد المعلقه صغيره من هذه الجهه ومعلقه صغيره من الجهه الاخرى. كناخذ واحد الاناء، فاش غادي نوضعو نتوما اختاروا اما اناء يكون بلاستيكي او لا زجاجي. انا بعض المرات كنستعمل ديال الزاج، ديجا مني مستعملاه وعندي مده ديال عام دابا، غادي نشاركو معكم ما خسر ما والو. وهاد المره قررت انني نديرو فادو ديال البلاستيك عادي، ما كيوقع لي حتى شي حاجه، نفس النتيجه. صافي كنبقاو نعمرو، حنا كنضغطو عليه مزيان، ضروري ما اننا كنبقاو نضغطو عليه باش ما يكونش هناك فراغات ودخل ليه البرد، وباش انه حتى داك العصير ديالو اولا داك الحامض ديالو كيطلق، هذاك هو اللي كيحميه لانه ما كيخسرش وكيبقى مده طويله معنا، ما كيبقى ليه حتى شي حاجه، كيبقى مزيان. صافي كنستمروا حتى كنكملوا. ضروري من انه القرعه خاصها تكون يعني عامره مزيان حتى الفوق، انا ديجا مرت القرعه الاولى. من بعد كنغطيوه بالسلوفان، كنديروا المره الاولى كندخلوا هذاك السلوفان في الحامض، يعني خاصو يقيس الحامض. مره ثانيه كنسدو مزيان وكنغلقوا، نفس الشيء بالنسبه للقرعه الاخرى، حتى كتكملوا. المهم نشوفوا نتوما على حسب الكميه اللي عندكم ديال الحامض. هذا هو الحامض اللي كنت ديجا قلت لكم بانه عندي مده ديال عام دابا، شوفوا تبارك الله يعني الشكل ديالو كيفاش كيولي رائع، كيكون معسل. انا نجبد معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل ديالو. واحد المساله ضروري، ما اننا ملي كنبغيو نهزوه ما كنستعملوش اليد ديالنا، كناخذوا اما واحد كيغدون بحال هكا عود خشبي كيغدون، اولا شي معلقه ديال الخشب باش نبقاو نهزو ما نهزوش بيدينا، وكنبقاو نسدو عليه مزيان. راه كيجي رائع البنات، جربوه. دابا راه قريب الوقيته ديال الحامض، غادي تستافدوا منه بزاف وتسمو بزاف ديال الوصفات. المهم كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، الوصفه تجربوها وتصدق معكم.